بالعرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله. بندرس إحنا عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارداك. والنهاردة هنرجع إلى كتاب كولونيا فلوريسي بالتقاطه مع كلاوديو، والكتاب ده رغم صغره يعني قربنا نخلصوه، إلا إنه بيلخص أشياء كتير في عالم الأرواح وبيخلينا نفهم إيه حقيقة عالم الأرواح وإيه اللي بيحصل لنا بعد الموت بالظبط، وإزاي المدن الروحانية وإزاي إحنا بنعيش هناك علشان ميبقاش عندنا رهبة. وأيضا عندما ننفصل عن الجسد وفي الوقت المناسب ونروح هناك ما تبقاش في مفاجآت، بنبقى احنا عارفين كل شيء، فبتسهل علينا جدا رحلة العبور من عالم المادة إلى العالم الروحاني. جميل. القصة بتاعتنا دي احنا بنحكيها بقالنا زمان، اللي ما شافش كلاوديو لازم يرجع من الأول عشان يشوف أول قصة التخاطب مع كلاوديو الحلقة الأولى، ويبتدي يتتبع معانا إن هو شاب برازيلي اتولد في ريو دي جانيرو، كان عايش في مدينة اسمها بترابلس، وهو مسافر رايح سان باولو. حصلت حادثة سنة 1997 ومات كل اللي في السيارة يعني. فهو بيحكي لنا بقى من ساعة الحادثة الى الوقت اللي هو فيه، ان هو جه في المركز الروحاني سنة 2001 يعني 4 سنين بعد الحادث، وابتدى يعرف ان هو ممكن يتخاطب مع الاحياء، وابتدى في الكوميونيكيشن اللي احنا بنتكلم فيه. النهاردة احنا وصلنا لموضوع يعني مهم جدا يعني وجديد بالنسبة لناس كتير طبعا، بيسألوني طيب لو احنا في رينكارنيشن واحنا بنغير حياتنا كل شوية، راجل وست واسم كذا، وكنت جزار وكنت فيلسوف وكنت كاتب وكنت صحفي، مين الشخصية انا فيهم من الشخصيات دي لما نرجع عالم الارواح؟ لان احنا لعبنا ادوار كتيرة جدا جدا، كراجل كست كانسان همجي كانسان بدائي كانسان في العصور الوسطى كانسان في العصور الحديثة كانسان عربي، لعبنا ايضا شخصيات كتيرة كأديان، فكنا مسلمين مسيحيين يهود زردشتيين سيخ وكل الأجناس يعني. فمين أنا في العالم دي كلها ومين أنا من الشخصيات دي؟ فالنهاردة احنا هنتعرف على جوهر الروح، لأن الإنسان لما بيرجع لعالم الأرواح بيرجع إلى جوهره، وهنشوف إيه الشخصية اللي هو هيبتدي يتخذها او يتقبلها او يتقمصها في عالم الارواح من كل الحيوات اللي هو عدى عليها والشخصيات المختلفة والادوار المختلفة اللي هو لعبها. فدي حلقة النهاردة في عالم الارواح، كلاود يختار شخصيته المستقلة، هو بقى اللي هيختار هو عايز مين فيهم يبقى شكله ايه بالظبط، وهنتعرف على الموضوع ده النهاردة. قبل ما نبدأ أنا الأسبوع ده سعيد جدا إن حصل شيء يعني فريد من نوعه بجد يعني. كانت سنة قبل سنة 2000 كانت الناس تخاف تقول أنا روحاني، بيخاف من حتى من إخوانه المسيحيين بيعترضوا عليه ويقولون أنت بتمشي مع جن ومع فريد وكده، وما زلنا احنا بنتقبل الكلام ده من اصحاب الديانات، بيقعدوا يقولوا انتوا بتمشوا مع عفاريت ومع جن ومع شيطان ومع قرين وكل ده بدون علم وبدون اطلاع وبدون فحص يعني، مجرد اتهامات يعني. لكن النهاردة الارواحية انتشرت جدا جدا، والنهاردة في كمية ضخمة جدا جدا بتؤمن بها، لكن اللي بيعلنوا يمكن 25 مليون داخل البرازيل يعني، لكن في العوالم الاخرى زي كندا وايطاليا والولايات المتحدة في كل مكان في ناس روحانيين، وانتشرت عن مولدها يعني اتولدت في فرنسا لكن اكثر بلد انتشرت فيها البرازيل. فيوم 13 مايو تم عقد مؤتمر خاص داخل الكونغرس
البرازيلي. يعني شوف دي أعلى بيت في البرازيل اللي هو إيه الكونجرس البرازيلي، وعمل زي احتفال بعيد، تقدر تقول احتفال بمرور 150 عام على وفاة ألان كارداك. ده شيء طبعا خرافي، ودعوا داخل الكونجرس محاضرين من رئيس الاتحاد الفيدرالي الأرواحي، وناس كتيرة جدا من اللي معروفين في الحركة الأرواحية، وإدوا دروس كبيرة جدا. وطبعا الطاقة الموجبة ونظافة المكان ابتدت تتعمل يعني نوع كبير جدا من الصلاة، وكلنا يعني جسمنا أشعر من خلال الفترة دي. والمؤتمر ده يستمر 3 ساعات ونص، ده شيء طبعا فريد من نوعه وجميل. وسمعنا أشياء جميلة جدا على التلفزيون البرازيلي، كل البرازيل كانت إيه يمكنها تشوفه. في ناس طبعا اختارت إن هي حتى ما تبصش على التلفزيون، يعني واخد بالك. العقيدة الروحانية دي ميزتها إن هي لا تفرق بين دين ودين، لا تفرق بين إنسان وإنسان، كلنا إخوات. لا تفرق بين إنسان اللي هو الآتر اللي هو اللي بيتجوز عادي، أو بين المثليين، مفيش تفرقة، كلنا إخوان وكلنا في على التقدم، يعني في أحد مراحل التقدم. ولذلك تلاقوني بقول يعني حبايب العرب في كل مكان والناطقين باللغة العربية، لا أفرق بين مين اللي ناطق اللي يقدر يفهم كلامي، يعني الكل بالنسبة لي حبايبي وما عنديش أي إيه مشاكل. لو اللغة بتاعتي دي حد إسرائيلي يسمعها مثلا من الجماعة دول وبيعرف يتكلم عربي، وأنا برضو عندي نفس الإحساس، بنحبه بنفس الطريقة، فإحنا ما عندناش أعداء. إحنا ليس لنا أعداء، ودي ميزة تانية، وبنقدر نعيش مع الناس في سلام وفي محبة في كل مكان. الهدف من العقيدة الروحانية هي إيه؟ خلق إنسان صالح، واخد بالك؟ إن هو جعل الإنسان صالح بكل معناها بقى، يعني بمعنى المحبة والأخوة والسلام والأمانة وكل الفضائل وكل الأشياء الجميلة، ده هدفها يعني. لكن هي لا تفرض عليك، الإنسان بيدرس الأول وبعدين هو يغوص داخل أعماقه، وهو نفسه اللي بيعمل الإيه التغيير لنفسه. يعني المفروض إن التغيير يجي من الداخل مش من الخارج. محدش يمسك عصاية ويقولك ما تعملش ده، أو يضربك ويقولك ما تعملش ده، أو يحرمك من الخمرة عافية، أو يحرمك من الجنس بالعافية، أو يحرمك من أي شيء بالعافية. أنت اللي بتدخل داخل أعماقك، وأنت عارف الصح والغلط، والقوانين الإلهية مطبوعة في ذهننا، مطبوعة في العقل الباطن، مطبوعة في الضمير، وإحنا طبعا بنتعرف عليها بمنتهى السهولة. جميل. فدي شيء. قبل برضو ما نبدأ أحب أعتذر لكم، يمكن أنا بطول شوية لأني بحاول نشتري مزرعة لأحد إخواننا العرب، والحمد لله يعني جبنا مزرعة كويسة جدا جدا، والأسبوع الجاي إيه هنوقع العقود وننهي الموضوع ده، مزرعة للألبان يعني. فدي حاجة كويسة، وأنا يمكن بسافر كل يوم كل يوم، يعني مش فاضي يعني. لكن ان شاء الله بعد ما تستقر الامور ونشتري البقر والحاجات دي، هنقدر ايه يبقى عندي وقت كتير، هقدر اشتري نوت بوك جديد وكده، واقدر ايه نعمل حتى حلقات لايف عشان انتوا تشتركوا معايا على الهوا، والبرنامج يبقى اكثر ايه دايناميك، يعني في اتصالات على الهوا مباشرة، وهحاول احط انترنت عالية برضو عشان نقدر نتكلم مع بعض. جميل. طيب موضوع النهارده بقى في عالم الأرواح، كلاوديو يختار شخصيته المستقلة الفريدة. هو بقى يختار، لأن هو عدى على مراحل كتيرة جدا وحيوات كتيرة، وبيقول على الأقل يعني خد علم ب5 حيوات، لكن أكيد هو مورهوش كله من منذ نشأته، وإلا مش هيخلص يعني. من أيام ما كان إيه نبات، من أيام ما كان ديناصور، مش هيخلص يعني. فبيوروله بس آخر إيه 5 حلقات كده علشان يقدر ايه يتفطن ويقدر يعرف هو منين وجاي منين.
ما هو مش مجرد احنا ما بنتولدش النهارده من فراغ، واخد بالك؟ احنا بنتولد واحنا عندنا قصة طويلة جدا جدا جدا، ملايين السنين. اي واحد فينا عنده عمر ملايين وليس مجرد سنوات، ماشي؟ هنشوف تعليق قبل ما بداية الفصل لإنهيكي كارويز. إنهيكي كارويز ده أحد الأرواح الممتازة اللي كان بيشتغل في المركز الروحاني وعمل الديزنكارني بتاعه أو انفصل عن الجسد وابتدى يشتغل هناك، لأنه طبعا من الناس الأرواحيين العاليين جدا. فما راح هناك ما ضيعش وقت ولا عايز أخدم، وابتدى يساعد الأرواح الضالة، وابتدى ينزل في المركز الروحاني يساعد، وهكذا. يعني هو شغال معانا زي ما يكون حي بالجسد المادي وبيشتغل بالجسد الروحاني زيه زي ما يكون عايش، يعني عادي جدا. هو بيدي تعليق بقى بيقول: يصبح ضرب من الغرور، يصبح ضرب من الغرور إذا قلنا إننا شخصيات فريدة في الحياة أو في الكون. يعني إحنا الوحيدين اللي في الكون بهذا الشكل وبهذا المنظر، ويبقى غرور، ضرب من الغرور. وإننا نعود بكفاءات أحسن كل حياة، بنرجع كل مرة عندنا كفاءات. فده بيقول لك يعتبر ضرب من الغرور. يعني لا، الرعاية الإلهية تغير الشخصيات، خد بالك، على حسب الاحتياجات والملزمات للرينكارنيشن أو للتجسدية. يعني كل مرة ممكن تتغير الشخصية بتاعتك، الدور اللي انت هتأديه علشان تخدمك في المرحلة اللي انت فيها. يعني انت مش هترجع بنفس الشكل، بنفس ال ممكن تتولد في الهند وبعدين تتولد في أمريكا بشكل آخر وبتلعب دور آخر، ممكن تكون ذكر وتتولد أنثى والعكس صحيح. فكل ده ايه، بتتغير الأدوار وبتتغير الشخصيات، لكن جوهر الروح هو واحد زي ما احنا هنشوف. والأرواح العليا بقى، الأرواح اللي وصلت فوق، مش محتاجة تتغير زي حالتنا احنا محتاجين لسه. فهم ايه، يعيدوا تأسيسنا حسب الأدوار والمهام التي سنقوم بها، مع البقاء أو الاحتفاظ على المواصفات الأخلاقية والقيم والأحاسيس، فإنها دائما تظل على ما هي. يبقى هم ايه، بيغيروا الأدوار والشكل والطريقة والمكان اللي بتتولد فيه والدين، لكن بتحتفظ الروح، بيحتفظ الشخص بالقيم الأخلاقية والأحاسيس، فدايما دي ما لا تتغير. يعني لو انت في الحياة دي راجل شرير، ممكن تستمر شرير، لان دي انت اللي بتدرب نفسك على الشر، فهتستمر، صعب انك تتخلص من الشر. من السهل جدا ان احنا نعمل الشر على فكرة، مجرد ان احنا نصرح للحيوان اللي داخلنا ان هو يشتغل، وهتلاقينا كلنا بنعفى على الشر ببساطة جدا، لان انت بتسيب الهمجية والحيوان اللي داخلك يسيطر عليك. ومن الصعب جدا انك تعمل الخير وانك تكون صالح. ليه؟ لان محتاجة تركيز، ومحتاجة دراسة، ومحتاجة تعليم، ومحتاجة تهذيب، ومحتاجة تقييم، ومحتاجة تفكير، ومحتاجة كل شيء غير حيوانية، واخد بالك؟ الحيوانية أسهل كتير. ولذلك تلاقي الناس لما تيجي ترتكب حماقات وشر سهل جدا بالنسبة لها، لكن الخير صعب 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 يعني، ماشي؟ ومع ذلك عندما نعبر حاجز اللانهائية ندخل في الحياة الأرواحية، نجمع عندئذ الصفات الحميدة والكيفية الكواليتي المميزات والعيوب التي تناسبنا. عندما نعبر الحاجز اللانهائية ده احنا بنعدي بقى في حاجز، لما نيجي نسافر من عالم المادة إلى عالم الأرواح، بتبقى شيء غير اللي احنا متوقعينه، غير الحيز اللي احنا بنرصده بالتلسكوبات ده. بنشوف بقى حيز لا نهائي، وبنسافر وبنعبر هذا الحاجز الزمني والمادي، وبنبقى في مكان اخر وفي دايمنشن اخر في اتجاه اخر، واحنا
بنرجع بقى بنجمع الصفات الحميدة والكيفيات والعيوب التي تناسبنا من حيواتنا السابقة. بنبتدي عندنا الكونشس بتاعنا بيزيد بقى، الايه اللي هو الوعي بتاعنا بيزداد جدا. فنجمع عندئذ الصفات الحميدة والكيفية اللي هي المميزات يعني، والعيوب التي تناسبنا او التي نقبلها اكثر من غيرها. انا اقبل دي ما اقبلش دي، فانت بتاخد الايه اللي يناسبك يعني، اللي على مزاجك بس اللي يناسبك. نغوص ونختلط بها، بنختلط بالمميزات والعيوب دي اللي احنا اخترناها، مكونين كائن مستقل بعدة سمات وصفات اكتسبناها عبر الحيوات المتعددة. وده انهيكي كاروس، واخد بالك؟ طبعا كلاودو هيشرح بلغة اكثر تبسيط، وهيشرح لك كل الاشياء اللي قالها كيروس كروح عليا، بيلخص وبيدي لك الملخص، لكن كلاوديو كروح زينا كده بيبقى اسهل ان هو يشرح لنا بطريقتنا يعني. فهم بيسألوه بقى على الموضوع ده. سؤال 453: ممكن لأحد الأرواح أن يتجسد، اللي احنا بنقول عليه رينكارنا يعني يتجسد، يعني يتولد من جديد يعني، من فلوريسي بالرغم انه لم يتخذ بعد شخصياته المستقلة الفردية؟ هو لسه ما كونش شخصيته الجديدة اللي هو عايزها دي. هل ممكن ينزل يتولد خام كده زي ما عليه، زي ما احنا اتخرج الحياة دي ينزل يتولد من هناك؟ الاجابة نعم ممكن. في احيانا الملائكة العليا بيشوفوا واحد توفى بدري مثلا، واهله كلهم لسه تحته وبيعيطوا عليه وكلام من ده، ممكن يرجعوا فيهم تاني يعني، يكون ابن اخته، يكون ابن حتى اخ اخواته، يتولد يبقى اخر العنقود كده، وهو الشخص اللي توفى قبل كده يعني، فبيرجعهولهم علشان في النهاية كده بتلاقيهم بيحبوه جدا، وزي ما يكونوا عارفينه من زمان لان هو كان عايش معاهم بدون بقى ما يعدي على البرمجة العادية، لان اهله لسه موجودين وهو صغير فبيرجع لهم تاني يعني، فدي بتحصل يعني. السؤال 454: عندما انت اتخذت شخصياتك المستقلة او نقدر نسميها فرديتك، هل اتخذت شكلك في اخر حياة لك ام انك كونت شكل مختلف؟ يعني الشخصية دي انت اللي بتكونها يعني، انا شكلي بهذا الشكل، لو الشكل ده عجبني عايز استمر بيه تمام، هل عايز نغير الشكل ده؟ لو واحدة قبيحة مثلا عايزة تخلي شكلها جميل ممكن، واخد بالك، هتنقي من حيواتها السابقة. إيه لو واحدة مش راضية عن نفسها ان هي انثى ممكن تغير نفسها لذكر، هل ده ممكن؟ هنشوف دلوقتي. عندما انت اتخذت شخصياتك المستقلة او فردياتك، هل اتخذت شكلك في اخر حياة لك ام انك كونت شكل مختلف؟ الاجابة كونت شكل جديد، شخصية جديدة، كما لو كان خليط من الخمس حيوات السابقة، خمسة شخصيات تكون شخصية واحدة. يمكنك أن تخلط العدد التي ترغب فيه من شخصياتك وأدوارك في الحيوات السابقة لكي تكون شخصيتك الفريدة الجديدة. فتخيل المنظر، الإنسان ممكن يمزج يختار من كل الحيوات السابقة ويشكل إنسان جديد على مزاجه بقى، هو مش زي ما هو بالشكل الحالي، يمكن هو مش عاجبه واحد مثلا عنده كرش مش عايز الكرش، ولا واحدة عمشة ممكن تغير عينيها، ولا واحدة قرعة ممكن تاخد شعر كويس وهكذا عشان تبقى جميلة وعسل كده. فشوف بتتعامل هي بتكون الشخصية الجديدة وعايزة تظهر بالمظهر ده للناس يعني. فهو بيكمل بقى بيقول: عرضوا علي الخمسة شخصيات وأنا تمحصتها فحصتها يعني كلها، نظرت ونظرت ونظرت ثم بدأت أختار. شعري مثلا من الأولى
لو أنت لديك 30 حياة يمكنك أخذ القليل من كل منها. إيمانويل بقى بيعلق وبيقول ننظم وننسق من الخارج ونحسن ونتقن من الداخل. شوف الخارج ده مجرد زواق، مجرد شكل، لكن المهم ان احنا نحسن ونتقن انفسنا، نغير بقى في جوهر الروح مش في المظهر. اللي هو بيتكلم عليه دون الخلط دون هو خلط المظهر، عايز ايه يظهر قدام الناس بمظهر ايه غير اللي هو المظهر اللي هو عايزه، خد بالك بيجمل نفسه. يعني السؤال 455، عندما نكون شخصياتنا نمزج نمزج مظاهرنا الخارجية في حيواتنا السابقة لكي نكون واحدة بكل ما يسعدنا بكل ما يرقنا، أليس كذلك؟ السؤال تاني بيقولوا له برضه، هل الناس هناك يجب أن يكونوا جميعا في منتهى الجمال؟ يعني لازم يكون الناس كلهم على الجمال؟ يعني طالما أنت بتمزج بتختار بقى أحلى حاجة، أجمل عينين، أجمل شعر، أجمل مش عارف إيه، مناخير واللي براحتك يعني. الإجابة بتاعته لا، مش لازم يكونوا جمال يعني. هذا لا يعني إنك ستختار كل ما هو جميل، ولكنك ستختار كل ما هو مناسب لك ويشعرك بأنك أحسن حالة، يشعرك بالراحة يعني بالسعادة. ممكن يكون شكلك قبيح ولكنك تشعر بأنك سعيد به، كويس جدا مبسوط. ممكن يكون قبيح من وجهة النظر الآخرين يعني. السؤال 456، هذه الشخصية الفريدة تتدخل وتؤثر علينا عندما نكون متجسدين؟ الشخصية اللي انت كونتها، التركيبة الجديدة اللي انت تركبتها دي، هل تؤثر علينا لما نيجي نتولد من جديد؟ الإجابة، هل توقفتم لكي تفكروا بأن أحدهم وهو امرأة اليوم كان رجلا في الحياة السابقة ولذلك ستجدوها تخرج دائما بحثا عن وظيفة لكي تعيلوا عائلتها؟ يعني بيقول لنا انت يعني ما فكرتوش ان ممكن يكون في واحدة النهاردة في جسد انثى وهي كانت رجل في الحياة السابقة، بتلاقيها بتجري ورا اكل العيش وبتجري عشان تربي عيالها وبتجري زي ايه الذكر في مجتمعاتنا. لكن هنا طبعا المواضيع ده تلاشى يعني. النهاردة راجل وست بيشتغلوا زي بعض ند بند، ما فيش اي فرق يعني، الست بتشتغل والراجل بيشتغل بياخدوا مرتبهم، لو الراجل توفى الست بتقوم بالبيت، لو الراجل مات وقول معايا طلقها مثلا الست بتقوم بالبيت، لو الراجل اي حاجة خسر وظيفته تلاقيها هي بتقوم بالبيت، والعكس صحيح الراجل ايضا ممكن يقوم بالبيت. هو هيعرف بقى واحدة غيرها او هي تعرف واحد غيره بعد ما يفترقوا سواء بالموت، دي حاجة طبيعية برضو، ما حدش بيقعد ايه زوجها توفى بتتجوز واحد تاني او بتتعرف على واحد تاني، ما حدش بيتوقف يعني، الحياة بتستمر يعني. انريكي كاروز ايضا بيعلق بيقول طوبى للذي بالرغم من مواجهته للعالم وبالرغم من مصارعته لها ان يحاول ان يعثر على شخصياته المستقلة. يعني يا بخته اللي مننا بالرغم من صراع الحياة، بالرغم من قرفها، بالرغم من الكدح، بالرغم من كل اللي احنا بنمر بيه، ان هو بيبحث عن شخصيته المستقلة، بيبحث عن جوهره، بيبحث عن الجوهر مش بيبحث عن الفترة اللي هو قاعد فيها، لان الحياة ممكن ايه تلهينا، بتلهينا عن كل شيء يعني، بتلاقينا نغوص في مشاكل الحياة وبننسى الجوهر بتاعنا، بننسى اصلنا، بننسى ايه ايضا بننسى ان احنا
كائنات متطورة، بننسى نطور نفسنا، بنفضل ايه عايشين والحياة بتلهينا وبتضيع علينا الفرصة. يعني دي فرصة اللي انت عايش المرة دي فرصة لا تعوض، فرصة بفلوس، فرصة تعبت عليها انت يمكن 200 300 سنة عشان يدولك الفرصة دي، ونزلت ودلوقتي عايز انتحر. طيب ده انت ما صدقت انك نزلت، استفيد بالرغم من الصعوبات، من رغم من كل شيء، ان احنا لنا جوهر وهو ده المهم يعني. والحياة بتاعتنا دي حياة عابرة ومدتها قصيرة جدا ايضا يعني. السؤال 457، انتم عبر الشاشات الكبيرة، احنا مش قلنا ان هم عندهم شاشات كبيرة بيتفرجوا عليها يعني، تعلمون وتتذكرون حيواتكم السابقة مش كده، وتكونون الشخصيات المستقلة الجديدة. ده دول بيقولوا لي يعني انتم عبر الشاشات كبيرة تعلمون وتتذكرون حيواتكم السابقة وتكونون شخصيات مستقلة جديدة. هل تتخذون او تتقمصون هذه الشخصية في الحال او في نفس اللحظة، من لحظة الى اخرى كده بسرعة، في نفس قعدت كونت 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 تروح بقيت الشخص الجديد ده؟ الاجابة يتم عمل التغيير في يوم واحد فقط في 24 ساعة. في يوم انت ستتحول وستشعر انك مختلف، واخد بالك؟ جميل. السؤال 458، الأرواح التي رأتك في شكلك الأول هل يتعرفون عليك بعد التحول؟ يعني تخيل الناس اللي عايشين معاك في الفلوريسيد ولا عارفينك، شايفينك شكلك مصطفى اهوت بالشكل المرعب ده، وبعدين يجي يتحول يبقى شخص تاني يعني، بيقعد مش عاجبه دي غيرها، مش عاجبه دي غيرها، فبيبقى شكل شخص آخر يعني. فهم بيسألوه الناس اللي شافتك بالمنظر الأولاني، هم يتعرفوا عليك لما تتحول؟ الإجابة كما لو كنت تخلع النظارة وتمرر روج أحمر كل الناس هتتعرف عليك بالرغم من التغير الطفيف. يعني شوف بالنسبة لهم هم زي ما يكون كل التغيير اللي انت عملته بدل ده وبدل ده وبدل ده وبدل حتى جينز، واخد بالك؟ فالناس دي بتتعرف عليك ازاي؟ دي شفافيه، لان هم عارفين الجوهر، هم بيقروا الجوهر. دي زي ما بقول لك، زي ما يكون واحد ايه خلع النضاره وحط شويه روش بالنسبه لهم يعني، فبيتعرفوا عليه بسرعه يعني. فبيقول لهم بقى في المركز غريبة لكن هذا ما يحدث، ده اللي بيحصل، غريب بالنسبة لكم لكن ده اللي بيحصل. أنتم هنا لن تستطيعون التعرف على الشخص بعد التحول. يعني إحنا كإنسان لو شفنا واحد وبعدين راح حول نفسه وجالنا ظهر لنا تاني مش هنتعرف عليه، لكن الذي يعيش هناك سيتعرف بسهولة، اللي عايش هناك بيتعرف بسهولة. أنا عارف أو أنا أعرف إنه من الصعب عليكم تفهم هذا الوضع. هناك أيضا شيء آخر، في شيء آخر، الأرواح التي وصلت إلى درجة معينة من التقدم أو التطور قد تمكنوا من تكوين شخصيتهم الفردية النهائية ولا يحتاجون أن يغيروها في كل مرة يصلون إلى هناك. فالأرواح اللي هي بتتطور التطور بقى الكبير وتصل الى درجات اعلى، هي الشخصية اللي بتكونها بتعتبر ايه نهائية او ثابتة، ولذلك هما مش محتاجين كل مرة يخلعوا من الجسم ده يروحوا ايه مكونين شخصية جديدة مكونين شخصية جديدة. فاللي بيوصل بالارتقاء بيبقى يحتفظ بجواره ويحتفظ بشخصيته الايه المستقلة أو الفردية اللي هو اختارها. يعني الإنسان بيظهر بالمظهر اللي هو عايز يظهر بيه، شو عشان مش أقول لك ده ربنا اللي اختار لي عيني واللي اختار لي شعري واللي اختار لي، أنت هتختار يا جميل، عايز تبقى إزاي شكل أنت بقى. السؤال 459،
بيسألوه برضو: أنت ككلاوديو، أنت ككلاوديو، هل تستطيع أن تحول شخصيتك أو تغيرها؟ أنت ممكن تحول شخصيتك وتغيرها؟ الإجابة: لا، لا أريد، لا أرغب، مش عايزه، لا أرغب. يعني السؤال 460 بيلح برضه: وهل يعتمد ذلك على الرغبة فقط؟ يعني لما أنت تريد، يعني بتعوز إنك تغير، هل ده بيعتمد فقط على الرغبة؟ يعتمد على الرغبة وعلى القدرة أو الاستطاعة. يعني ساعات يكون عندك الرغبة تعمل حاجة لكن ما عندكش إيه؟ القدرة، ليس لديك القدرة. فبيعتمد على الرغبة وعلى إيه؟ القدرة. والقدرة بتيجي برضو من التطور. أرواح متخلفة ما بتعرفش تستعمل الإمكانيات اللي لديها، اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيها، ما بيعرفش. ولا إحنا كإنسان حاليا إحنا مش قادرين نستعمل، ولا مش قادرين نستخدم المخ بالكامل مثلا، احنا بنستخدم جزء بسيط جدا 3%. خد بالك، ده برضو ايه؟ ان احنا لسه بنتطور، احنا لسه بيبي يعني. فبيسألوه تاني 461 بقى: انت تستطيع مثلا ان تظهر كل يوم بشكل مختلف؟ هل بامكانك كل يوم تظهر لنا بشكل مختلف؟ لو اريد ذلك وباستطاعتي، نعم. يعني لو هو لو عاوز يعني وباستطاعته، هو ممكن ايه يعمل ذلك، بس طبعا هو مش عايز، خلي شكلي كويس تمام شكرا. يعني في ناس بقى بتحب لا مناخيري صغيرة، مناخيري كبيرة، مش عارف ايه صغيرة كبيرة، بطني مش عارف ايه، رجلي ايه، عايز يعمل لنفسه عملية تجميل يعني. وفي ناس بالرغم شكله مكعبر يعني لكن معاجبه يا اخي. سؤال 462: أنت عندما كنت على قيد الحياة هنا لم يكن لديك أي معلومات عن العقيدة الأرواحية، لكن عندما اتخذت شخصيتك الجديدة الآن تعرف كل شيء عن هذه العقيدة، لذلك أنت أجبتنا إننا لن نتذكر بالضرورة هذه المعلومات في الحياة القادمة، عليك كذلك؟ الإجابة نعم. يعني هم بيسألوهم: أنت لما كنت عايش ما كنتش تعرف أي حاجة عن العقيدة الأرواحية، دلوقتي أنت درست وتمام، ولما كونت شخصيتك الجديدة بقيت أنت عندك إيه؟ علم بالعقيدة الأرواحية. لكن أنت أخبرتنا في الماضي إن إحنا ممكن نفقد المعلومات دي، يعني نتولد ونتولد في دين تاني مثلا، نتولد في البوذية وننسى الأرواحية. فهل ده ممكن؟ ممكن، ممكن عادي جدا. ليه؟ ان هم الملائكة اللي بيقودونا عايزيننا نتدرب في البوذية. لو سابك مثلا انت مسيحي وسابك احساس الايمان المسيحي في قلبك وتتولد في البوذية، هيبقى عندك تعارض ايه؟ كونفليكت في الشخصية، يعني هيبقى عندك مشاكل في داخلك، هيبقى عندك مشكلة نفسية، صراع نفسي. واخد بالك؟ في ناس كتيرة جدا يعني كان مسيحي في الحياة السابقة وتلاقيه بسهولة جدا بيرفض الإسلام مثلا، هو في داخل الإسلام بيرفض الإسلام بشدة، والمسيح بيناديه وكذا 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 وبيعبر وكده. والعكس صحيح برضه، ممكن يكون واحد مسلم وتمام ويجي يتولد مسيحي وتلاقيه مش راضي عن نفسه، حاسس إن فيه غلط. كل ده من تأثير الحياة السابقة. لكن الحمد لله مفيش فرق بين دين ودين، دي مجرد ايه؟ شكليات. الجوهر انك ايه؟ انك تعمل الخير، هو ده الجوهر. الجوهر انك تطور الروح، احنا اللي محتاجين التطوير ده. الدين ده بتعبد بطريقة الف ب ج ما تفرقش يعني، او انت عندك عقيدة الف ب ج بتؤمن المسيح الله ما تؤمنش ان هو الله، كل ده ما تفرقش يعني، كل ده ما يفرقش. يعني شوف الخناقات والعراك والفيديوهات اللي احنا بنشوفها بيشتموا بعض دي، كل ده مالوش اي لازمه، مالوش اي قيمه، لان بكره المسلم هيتولد مسيحي والمسيحي هيتولد مسيحي، متقلقش يعني. ماشي، جميل. في بقى تعليق لتيلوز، لوتك: في كل حياه نتوازن، في كل حياة نتوازن ونكتسب
نكتسب حاجات جديدة يعني، ونطور قدراتنا وصفاتنا العديدة، ونقترب أكثر من أهدافنا نحو الكمال. وهذا العمل يستمر إلى ما لا نهاية، إلى الخلود. شوف، هذا العالم يستمر إلى الخلود. ليه؟ إحنا دايما هيبقى عندنا توازن، وكل بنلعب على إيه؟ السيرك يعني، بنتوازن على إيه؟ على الخيط الرفيع دوت ما بين الخير والشر. يبقى بنخش في التوازن، بنكتسب أشياء جديدة، بنرقي نفسنا حتى نصل إلى إيه؟ الهدف، واخد بالك، إن إحنا نكونوا صالحين. أهم شيء إن إحنا إيه؟ نتجه نحو إيه؟ الصلاح. لو كل واحد فينا فقط يعني، لو اتفقت كل الإنسانية دي إن هي بكرة الصبح كل واحد فرد كده يقوم ويبقى إنسان صالح، يعمل الخير، يبقى راجل أمين، خلاص هتتحول أرض الجنة في ثانية واحدة. يعني شوف، حاجة يعني بسيطة بالنسبة لنا يعني، وتصبح الصبح يبقى خير يا أخي، خلاص كل الأرض هتبقى خير وتبقى تمام، هتعم عليك بالخير وهتعم عليك بالإحسان، بدل ما احنا عندنا الأنانية والناس اللي عمالة تجمع تريليونات من ملوك الدول ورؤسائها ويودوها ويكنزوها في أمريكا ويكبسوا على الشعب ويقتلوا المعارضين ومش عارف ايه. فقط ان هو لو صبح الصبح وبقى انسان صالح وغيره بقى انسان صالح، هتلاقي كوكب الارض اتغير في ثانية واحدة يعني، في نفس اليوم هتلاقينا تحولنا الى الدرجة الثالثة ببساطة يعني. فاحنا هدفنا ان احنا نتحول الى انسان صالح ان شاء الله يعني. في رسالة برضو بين اوزفالدو كروز، الدكتور اوزفالدو كروز بيقول: اخواني انه بيديكم ان تقبلوا او لا تقبلوا انفسكم كارواح. ده بايدكم انكم تقبلوا او لا تقبلوا انفسكم كارواح، محاولين الانفصال قليلا عن المادة. حاول تبعد شوية عن المادة، لان المادة تتآكل، تتقادم، تفسد، لكن الروح لا، تستمر كما هي. شوف ازاي. فبإيدينا احنا ان احنا نقبل نفسنا كأرواح، كجوهر، ونبعد عن المادة. ما تتعلقش بقى بالفلوس، ما تتعلقش بممتلكات، ما تتعلقش بالمادة، وترتقي كروح. ليه؟ لأن المادة بتفسد وتتآكل وتتقادم وكل شيء، لكن الروح كجوهر بتفضل إلى الأبد عايشة وتمام التمام. دي نهاية الفصل بتاع كلاودي، وإحنا فهمنا منه إن الشخص ممكن يتخذ أو يفعل الشخصية اللي هو عايزها هناك، لكن ده بالنسبة للأرواح المنخفضة اللي زي حالتنا. مهم يعني، عايز يبقى مناخيره شكلها حلو، عينيه شكلها أخضر، مش عارف ايه، شعر أصفر، شعر أسود، وكل واحد بيحاول يشكل نفسه على مزاجه. ده مظهر خارجي وما هواش جوهر الروح، واخد بالك. فهم بيسيبوا الإنسان اللي بجهله البدائي ده. طب غير أخويا، شوف انت عايز ايه. عايز شعري بني، طب دير شعر بني، عايز وهكذا. شو ده اهبل، خليه. فالانسان بيتخذ الشخصيه الجديده دي، لكن بعد ما يرتقي ما تفرقش بقى معاه، لان بتفرق معاه ايه؟ الجوهر، واخد بالك. الجوهر ما بتفرقش معاه، المظاهر دي لا شيء والمظاهر دي بتفنى يعني. ماشي. انا في حاجات عدت مني، سؤال عدى مني، عدى مني سؤال فعلا، معلش اسف، هكمل معاكم رغم ان عدت ال40 دقيقة. السؤال 463 و466 64 65 66 انا قلت عليك 5 اسئلة صفحة بحالها، معلش استحملوا ال5 دقايق دول. السؤال 463: هل لديك عائلة روحانية؟ هل استطعت أن تتصل بأحد من تلك العائلة؟
عندك عائلة روحانية؟ شفت حد منهم؟ اتصلت بحد فيهم؟ الإجابة لا، ما شفتش، ببساطة لأن كلاوديو مات وهو شاب وعيلته كلها في الأرض، لكن هو ما يعرفش مين العائلة الروحانية لسه، لسه في المستقبل يعني. زي ما بقول لك كلاوديو شخص عادي ولذلك ما يعرفش كل المعلومات يعني. السؤال 464، لكن هل لديك الرغبة أن تقابل والدتك الروحانية؟ هل بحثت عنها؟ هل أنت عندك الرغبة تقابل والدتك الروحانية؟ هل أنت دورت عليها بحثت عنها؟ الإجابة الرغبة دائما لدينا، لكن كل شيء يجب أن يحدث في ساعته وفي وقته، ما تتسرعش بقى، كل شيء هيحدث في وقته يعني. الإجابة اللي آسف السؤال 465، هل تعرف من هي؟ تعرف مين هم أمك الروحانية دي؟ لا أعرف من هي، لكن أشعر بصلاتها. بيشعر بالصلاة بتاعتها أكيد لأن هي عايشة لسه وبتصلي والصلوات بتاعته بتجيله، لكن هي ممكن تكون أم روحانية أيضا في اتجاه تاني أعلى يعني، تكون الأم الأساسية بتاعته أعلى بكتير ووصلت وارتقت وبتدعي له وبيوصل له الدعاء برضه. السؤال 466، بالنسبة للمثليين، شوف السؤال ده عن المثليين يعني، كيف يتعايشون؟ بيتعايشوا ازاي عندكم؟ حتى يصلون إلى الشخصية المستقلة، بيعمل إيه بقى؟ لأن الشخص المثلي دول يعني يمكن يكون رجل في الحياة السابقة وجه هنا ست، ما يبقاش راضي ان هو يبقى ست لانه كان راجل وبيحب الستات وهكذا، فتحول الى مثلي. ازاي الناس دي بتعيش يعني؟ فهو ايه الاجابه؟ يستمرون مثليين عادي، لكن عندما يصلون الى الشخصيه المستقله الفرديه هنا لا يصبح له اي وجود، عمليه المثليه دي ما بلهاش اي وجود، لأن يعني ذلك متعلق بالمادة هنا على الأرض، متعلق بالمادة هنا على الأرض. إيه 467 هو آخر سؤال بقى، هل من المعتاد أن يصل إلى فلوريسيه أرواح مستقلة، أرواح في قالب أنثى ويتخذون هيئة شخصية مستقلة كرجل أو كذكر والعكس بالعكس؟ هل في واحد بيجي عندكم مثلاً كرجل ويغير نفسه يبقى شكله أنثى، أو واحدة تيجي أنثى وتغير نفسها إلى شكل رجل؟ هل ممكن ده؟ نعم، هذا معتاد جدا وطبيعي، وعادة هؤلاء الأشخاص كانوا مثليين عندما كانوا متجسدين على الأرض. يعني بتلاقي الشخص المتجسد ساعات هو بيقول لك أنا اتولدت في جسد غلط، يعني بيبقى اتولد أنثى وهو حاسس او هي حاسه ان هي راجل، فلما تيجي بقى تتحرر من الجسد المادي هناك بقى بيدولها الحريه، بتقول لا انا عايز ابقى راجل، وتغير شكلها من انثى الى ذكر، ودي هو عجبها الشكل ده. لكن المهم بالنسبه لنا هو جوهر الروح في النهايه، والراجل برضه ممكن المثلي ممكن يروح يعمل كده. هل في ناس غير مثليين عايز يغير نفسه؟ هيغير، لان احنا كنا ذكور وكنا اناث، فاحنا ممكن واحد عاجبه كده يعمل ترافستي ولا حاجه، يحول نفسه المتحولين دول، مفيش مشاكل يا جدعان، ده كلها يعني حاجات مؤقته لحد ما نرتقي، مش هيبقى في بقى لا مثلي ولا ما مثليش ولا الكل بيبقى واحد يعني، ويرتقي الى درجه الملائكه، مفيش حد محكوم عليه بعذاب ابدي وقتل وذبح وخبط الكلام ده ايه في دماغنا، مزروع في دماغنا، لكن هو كلام خاطئ يعني. الكلام الصح ان اي انسان هيرتقي وهيصل الى درجة الملائكة. وشكرا جزيلا وتصبح على خير، بكرة الصبح باذن الله مسافر بدري جدا الساعة 4 الصبح. سلام سلام.